أصداء كبيرة جدا وواسعة أحدثتها كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشاركته لافتتاح الدورة 28 لمؤتمر أطراف الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقامة في مدينة دبي، اللي بدأت بالجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية. الحقيقة أن السيد الرئيس أشار لمجموعة من القضايا والتحديات الهامة التي تواجه العالم بظل تغيرات مناخية وتداعياتها الكبيرة على الدول والشعوب بشكل خاص. من بين هذه الرسائل المباشرة، إشارة السيد الرئيس إلى حرص مصر على إنشاء صندوق الخسائر خلال قمة كوب 27 اللي انعقدت في شرم الشيخ. الرئيس السيسي أيضا وجه مجموعة من الرسائل للعالم وأكد أن للدولة المصرية طموح في الحد من تداعيات تغير المناخ، وأشار إلى ضرورة العمل على احتواء آثار تغير المناخ، وأوضح أنه يجب أن نتعامل مع هذه الكوارث المناخية وأنها تفوق قدرة كثير من الدول. هنا التأكيد على فكرة التضامن الدولي لمواجهة التغيرات المناخية. كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاقية باريس، وأهمية توفير التمويل المناسب وضرورة تحقيق الأهداف المناخية. في كل قمة تنعقد كان سؤال التمويل هو السؤال الملح، في وعود وتعهدات من دول كبرى، لكن الوفاء بهذه التعهدات بيتأخر من قمة إلى قمة أخرى. السيد الرئيس أشار إلى أن مصر ملتزمة بالعمل على مواجهة تحديات تغير المناخ. على هامش المؤتمر كمان التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى التباحث بشأن قضية تغير المناخ وعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. على رأس هذه الملفات مستجدات الأوضاع طبعا في قطاع غزة والضفة الغربية. معنا على الهواء الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. مساء الخيرات يا أستاذ أكرم، أهلا بك يا فندم. مساء الفل، أهلا وسهلا. قمة مهمة ومشاركة وحضور مصري في قمة المناخ كوب 28 المنعقدة بدبي، أهم الرسائل التي تضمنتها كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد رسائل مصر اللي كانت سابقه في كوب 27، والحقيقه اهتمام مصر بتغير المناخ بدا منذ يمكن قبل ذلك في سنوات، وتحديدا كمان في كوب 26 في جلاسكو، حيث ان الرئيس اتكلم بصوت افريقيا وصوت الدول الجنوب اللي مداره بالتغير المناخي من تاثيرات تغير المناخ بشكل كبير. وطبعا الحقيقه انه مصر سلمت طبعا رئاسه الدوره، وفكره انه يبقى في مؤتمرين او قمتين متواليتين في دولتين عربيتين ده تحول لافت تجاه قضيه المناخ اللي اصبحت بتفرض نفسها على العالم بشكل كبير في السنوات الاخيره. ومصر نجحت في السنه اللي فاتت في وضع قضيه المناخ على قمه اهتمامات دول العالم الحقيقه، وكان سعيها لصدور توصيات متوازنه تتعلق بتعهدات الدول الصناعيه تجاه التغير المناخي وتحمل مسؤولياتها في الخطر اللي بيحيط بالعالم. كوب 28 استكمال الحقيقه بمشاركه واسعه من قاده العالم لاستكمال وطرح الموضوعات اللي مرتبطه بخفض الانبعاثات والتاقلم مع الظواهر المناخيه المتطرفه اللي اصبحت ظاهره في العالم، يعني سواء حرائق، فيضانات، جفاف، صحيح يعني الحقيقه تصحر، وده بيضر بشكل كبير بالكره الارضيه. واظن ان كانت في كوب 27 كانت الرسائل واضحه في هذا السياق. السؤال يا استاذ اكرم، يعني في كوب 27 كان طبعا الحديث عن وكان انجاز وتوصيه مهمه جدا من توصيات كوب 27 اللي انعقد في شرم الشيخ السنه اللي فاتت، فكره صندوق الخسائر والاضرار والحديث عن تمويل هذا الصندوق بحوالي 100 مليار دولار. سؤال الأسئلة اللي دايما بنسأله كيفية التمويل، لأنه حتى الآن هناك تعهدات كثيرة جدا ولكن الدول الكبرى لا تفي بهذه التعهدات. في هذه القمة في هذه المرة هناك تصميم على تمويل هذا الصندوق، لأنه يعني هيقوم بشكل كبير من التغيرات المناخية ومساعدة الدول النامية في مواجهة هذه التغيرات.
وطبعا الالزام في القوانين الدوليه بيبقى صعب بالذات في التعهدات. يعني احنا عارفين انه اتفاقيه باريس من 2015 لم يتم تطبيقها ل 100 مليار دولار، وحتى صحيح. الرئيس اشار المره اللي فاتت انه هذه المبالغ ربما لا تكون كافيه، تحتاج الى مضاعفاتها بشكل كبير. فكره صندوق الخسائر الحقيقه والاضرار كانت من التوصيات المهمه اللي كانت موجوده في كوب 27 واللي بيتم التأكيد عليها والإلحاح عليها في هذا الإطار في كوب 28 في دبي. وأعتقد أنه فكرة الاهتمام أصبحت أكثر، يمكن قضايا المناخ كانت في السابق بتبدو كأنها نوع من الطرف بالنسبة لبعض الدول، لكن النهاردة أصبحت واقع في ظل الأخطار اللي بتحيط بالعالم من خلال التغيرات المناخية، خاصة وأنه الحقيقة دول الجنوب أفريقيا تحديدا بتساهم ب 4% أو أقل صحيح. من الانبعاثات الحرارية، بينما 20 دولة صناعية بتساهم ب 80% من هذه الانبعاثات والخطورة. والأضرار بتكون أكثر، الأضرار بتكون أكثر في هذه الدول، دول الجنوب أو القارة الأفريقية. هذه الدول وصندوق الخسائر الحقيقة حتى كان النقاش هل هي تعويضات ولا هي مساعدات؟ يعني الحقيقة مفترض أنها تكون تعويضات، خاصة وأنه أصبح التغير المناخي لا يخص دولة دون أخرى. يمكن الإلزام يأتي من تحركات على مستوى العالم النهاردة في شعور واضح بالتغير وارتفاعات درجات الحرارة اللي بتؤثر الحياة على الزراعة وعلى الري وعلى المية وعلى الكوارث اللي بتتكرر، وارتفاع درجات الحرارة والصيف الشديد الخطورة اللي أصبح موجود سواء في الصيف أو في الشتاء، بالإضافة إلى التصحر وقلة المياه في بعض المناطق و الفيضانات في مناطق أخرى. فطبعا في 197 دولة يعني موافقت على ميثاق القمة، والتوصيات في كوب 27 كانت واضحة في هذا الأمر. حياة من جلاسكو كان الرئيس بياخد صوت أفريقيا بشكل صحيح. واضح في هذا الإطار. فكرة الزيادات الكارثية في درجات الحرارة ربما تكون بالفعل دافع، لأن هذه الدول بالفعل تلتزم بالالتزامات بتاعتها بالشكل المختلف، خاصة وإنه مصر أو حتى الإمارات النهاردة مصر بتبذل جهد كبير في معالجة التغير المناخي حتى دون انتظار هذا الأمر. لكن في دول كثيرة هذه الصناديق مفترض إن هي لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، أفريقيا فيها إمكانات ضخمة. حتى السيد الرئيس أستاذ أكرم يعني في إشارة مهمة جدا تحدث إنه ضرورة يعني العمل على برنامج الانتقال العادل أو ما يعرف بتقليل الانبعاثات تحديدا في قطاعي الطاقة والنقل، وتحدث يعني في خطابه إنه يجب أن يكون هناك مشاركة مجتمعية وألا تعمل الدول بتصرفات أحادية تراعي مصلحتها فقط. يعني في بعض الدول تنظر فقط إلى مصلحتها الاقتصادية أو الصناعية دون النظر إلى ما تحدثه من أضرار بيئية يدفع ثمنها دول الجنوب زي ما حضرتك بتقول. ده اللي بيحصل فعلا، وده اللي دايما مصر بتدفع فيه من كوب 26 في جلاسكو ثم 27 ثم النهارده في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه بالفعل في تأثيرات سلبية شديدة، والدول أفريقيا بالذات مثلا باعتبارها من أكثر قارة مضارة بهذا الأمر، بالرغم من أنها تحوي ثروات ضخمة وأن من حقها أن يكون في طاقة جديدة وهيدروجين أخضر وطاقة رياح وطاقة شمسية، برغم توفرها إلا أنها تحتاج إمكانات ضخمة، جزء منها صندوق الكوارث وصندوق الأضرار، وهو اللي يقدر يعوض هذه الدول ويمكنها من أنها بالفعل تلتحق بالطاقة الجديدة والمتجددة بشكل يخفض الانبعاثات ويواجه الأزمات. لكن طبعا الدول الكبرى الحقيقة الدول الصناعية بالرغم من التزاماتها وتعهداتها في القمم المختلفة، لكن ربما يكون الإلحاح والتأكيد صحيح. على إصلاح هذا النظام الدولي بشكل صحيح. عام مختلف، وهي بتنظر للأسف لمصالحها الضيقة أكثر فقط من مصلحة الكوكب أو اللي احنا بنعيش فيه الأجيال القادمة يعني. صحيح. اللي هو الكوكب اللي بيشمل أجيال أو بيشملنا جميعا، فهي بتنظر إلى مصالحها الضيقة. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع.